مساءكم خير. لما بنتكلم عن رموز مصرية وشخصيات مصرية بتقدم دور حقيقي في تقديم صورة مصر، احنا نقدر نتكلم تحت العنوان ده عن كل من هو مصري في الخارج أو كل من هو له علاقة بالثقافتين ما بين مصر وبره. لكن لما الشخص بيقدر يمارس دوره أكتر من كونه بس مجرد مهاجر في دولة جديدة عليه، لكن يقدر يندمج في المجتمع ويقدم مساهمة حقيقية في مجتمعات جديدة، هنا بيظهر الدور وبيعظم الأثر إذا صح التعبير. إحنا النهاردة مشرفانا دكتورة جيهان جادو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية. مش عضو المجلس المحلي هنا في مصر، لا احنا رحنا فرساي بقينا في المجلس المحلي. مساء الخير على حضرتك دكتور جيهان، ومبسوطه انك منوره. ميرسي جدا، انا شرف لي ان اكون معاكم النهارده بجد. بصي، يعني اللي فهمته من حضرتك شغل كتير قوي قوي على مدار سنوات، لكن الاول نفسي نشارك الناس بتجربه الدمج الثقافي الشخصيه بتاعتك، مش بصفتك عضو مجلس قومي للمرأة. لا، هو عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هو الاندماج في الثقافه ده مهم جدا، شيء مهم جدا. يعني انا بصراحه، يعني انا لازم اي حد يخترق مجال او يتعرف على بلد او يعيش في بلد لازم يكون عنده على الاقل يعني ولو نسبه قليله جدا من ثقافه البلد دي، واولها اللغه. مهم جدا اللغه، يعني اللغه دي مهمه جدا، او الجسر، يعني لانه غير كده بنعيش مكتئبين، مش هنقدر، هنبقى متقوقعين على نفسنا ومش هنقدر نندمج في المجتمع ده. الحقيقه يعني ربنا اكرمني بان انا اول ما رحت فرنسا كان انا في مقاطعه فرساي، يعني ما فيهاش مصريين كتير، ما فيهاش عرب كتير، فده كان يعني هو في الاول بالنسبه لي كان صعب جدا. انا حاسه ان انا غريبه في مكان ومش قادره اتعامل، واللغه على الرغم اني كنت واخده كورسات هنا فرنساوي، بس برضه لما رحت هناك لقيت الحياه تاني مختلفة طبعا. جدا. ففي حاجة عندنا احنا اسمها بيت الحي، بيت الحي ده في كل حي بيت يعني حاجة متكاملة كده، من ثقافة، من فن، من إبداع، يعني موجود البيت ده. فأنا قلت قولي لنا غششينا، خلينا نزعل ونغير. احنا نفسي نبقى كده، احنا عندنا مراكز ثقافية لكن عندنا تحدي انها قليلة جدا. بالظبط، هي بالظبط كده المراكز الثقافية اللي هي موجودة عندنا هنا، بس هم هناك منفعلينها بشكل جيد جدا. فالحقيقة دخلت المكان ده وخرجت منه وانا يعني كل اعتقاد بان انا لازم اشوف اكتر عن المجتمع ده. ما ينفعش ان انا ابقى عايشه في وسطهم وانا مش عارفه حتى هم عاداتهم ايه، تقاليدهم ايه، بيعملوا. فاخدت الحلو منه وسبت لهم الوحش الحقيقه. يعني فطبعا يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني بان انا يمكن اسست مؤسسه ثقافيه او تبع هناك منظمات المجتمع المدني اسمها الرابطه الدوليه للابداع الفكري والثقافي. فكان من خلال ده يعني عملنا اسبوع ثقافي عن مصر. حسيت ان انا دوري جه من هنا، لازم بقى هم طبعا ما فيش حد هناك ما يعرفش مصر، وما فيش حد ما يعرفش تاريخ مصر الجميل، وكلهم مبهورين بالحضاره المصريه. فانا حبيت اعرفهم بقى حاجات اكتر واكتر، ودخلوا معايا في الموضوع ده وفرحوا جدا جدا بان انا يعني عايزه يعني يكون في عندي ميلانج او عندي خلط ما بين الثقافتين مع بعضهم. فبصراحه هي كانت نقطه البدايه. وسالت حضرتك عضويه مجلس محلي لمدينه دي بتشترط ان الشخص ده يبقى عنده الجنسيه، دي حقيقه. فانت بهرتيني، انت خدتيها قبل الجنسيه؟ قبل الجنسيه. أوكي. الحقيقه انا برضو يعني كتير جدا عملت حاجات كتير جدا مع بيت الحي، والمحافظ نفسه كان بيحضر اللقاءات دي. ويمكن هم في اليوم العالمي للمراه في شهر مارس في 2017 اختاروني ان انا اكون يعني زي مستشاره للتعامل مع الاجانب او مع العربيات، ان انا اساعدهم في الاندماج مع المجتمع المدني. بالظبط حضرتك كده. فده خلاني ان انا ابدا بان انا اتفاعل اكتر معاهم، فهم حسوا ان في عنصر فعال. عائق ان هي حته ان جنسيه ومش جنسيه، انا شخصيا نفسي اتفاجئت لما لقيتهم احنا عايزين السي في بتاع حضرتك وعايزين في مقابله مع المحافظ وحاجات كتير جدا. فانا اتخضيت فرحت، فاكتشفت ان هو بيشجعوا عملوا زي نظام جديد، ان هو تشجيع المغتربين او اللي هم الاجانب ان هم يندمجوا في العمليه السياسيه، يكون لهم دور مؤثر، يدخلوا في حاجه اسمها يعني اللي هو مجلس الحي.
مجلس الحي هو ده زينا عندنا هنا كده برضو المحليات بس احنا تبع الحي. فاكتشفت ان هو في قرار في شهر واحد اتمضى من المحافظ باننا نكون ضمن مجالس الاحياء وعلى تحديدا يعني حي نوتردام في فرساي ده حي يعني كبير طبعا. فحسيت ان انا بصراحه المسؤوليه بدات من هنا، حسيت ان انا يعني اتحطيت في مكان عشان اكون تأهيلا لما يعني هينطق عنه ويكون في انتخابات بقى محليه وندخل بقى في المحليات اللي هي العمق يعني. يعني معانا دلوقتي سياسيه فرنسيه يعني مصريه حاجه تشرف كده. ربنا يخليك. حضرتك كمان بتشتغلي في قصر فرساي نفسه. صحيح. ادينا كده لمحه عن شكل اداره هذه الصروح العريقه مش بس للتاريخ لكن للثقافه كمان. الحقيقه هو مزار سياحي كبير جدا مصنف على ان هو يمكن من اعلى يعني نسب الزياره في العالم بعد اللوفر طبعا. قصر فرساي معروف لانه هو قصر الاسره المالكه نفسها ماري انتوانيت نابليون لويس 14 يعني حاجات كتير جدا ولويس 16. فالقصر ده يعني هو طبعا كان الاسره المالكه ودلوقتي بقى مزار سياحي تابع للدوله. بصراحه بيجي له سياح من جميع انحاء العالم، حاجه كده راقيه، حاجه كده يعني تنظيم على اعلى مستوى، اداره جيده جدا من كل الناس اللي هي موجوده فيه، كل واحد حاسس ان هو مسؤول عن المكان ده. انا بحس وانا رايحه شغل. ايه اهم عوامل الجذب في فرنسا لسياحه الاثار؟ لان احنا تمام برضو كنا قبلها وبنتكلم مع دكتور جهاد، سياحه الاثار في فرنسا ومصر يشبهوا بعض جدا في يعني تحس ان احنا عندنا تاريخ يشبه بعض، هو مش مشترك قوي لكن مشابه قوي. بالظبط. سياحة الآثار عندنا في مصر أقل سياحة مثلا بالنسبة لنا كمصريين. كمصريين فإيه الحاجات اللي بتشجع؟ الحاجات اللي بتشجع إن هو التنظيم بصراحة، التنظيم الأسعار متاحة للجميع، يعني كله أجنبي زي مصري زي أي حد يعني زي الفرنسي بيدفع بنفس نفس سعر التذكرة للكل. مفيش طبقات مثلا مفيش الأجنبي بيدفع كذا والفرنسي يدفع كذا كله. فرنسا عاملة فتحة المتاحف بتاعتها مجانية للأقل، الشباب اللي أقل من 25 سنة مجاني. عملنا كده طول كورونا. أيوة بالظبط كده. في حاجة كمان اللي هم الناس اللي هي على البطالة أو ما بتشتغلش برضو مجاني. في ناس برضو في لهم خاصيات معينة فهم بيحبوا بلدهم قوي. اخيرا لان الوقت بيجري بينا، انا عايزه اسالك ايه اكتر حاجه حسيتيها قدرتي تعملي بيها تاثير، استخدمتي موقعك المهم ده في انك تعملي تاثير للعلاقات او تفتحي على الاقل ذهن الناس بتتعاملي معاهم لمين هي مصر؟ احسن حاجه الحقيقه عملتها وحاسه ان انا عملتها وبارتياح شديد، ان انا جبت ناس زمايلي من قصر فرساي كانوا معايا في الزياره ديت، لسه مسافرين من 3 ايام بس، زورتهم مصر كلها، ما سابوش حته في مصر لما شافوها، وقفوا على عربيه الحرنكش وكلوا منها عصير القصب وشربوا منه، عاشوا بصراحه على مدار 15 يوم كانهم مصريين بجد. الناس دي الحاجه الحلوه اللي هم عملوها لي ان هم عملوا صفحه على الفيسبوك بيشجعوا الناس انها تنزل مصر. حلوة. عملوا بيعملوا تنشيط للسياحه من خلال موقعهم التواصل الاجتماعي بتاعهم، بصراحه حاجه جميله جدا بجد. يعني دي الحاجه اللي انا حسيت ان انا فعلا على ارض الواقع قدرت اعملها. كل واحد فينا سفير لبلده في الخارج، مش انا بس ولا غيري، بالعكس. فلازم من خلال دايره علاقاتنا الصغيره نقدر نعمل حاجه لبلدنا والصغير يكبر وتبقوا دايما بتشرفونا في كل مكان. المصريين في الخارج بحسهم يعني ساعات اكثر غيره واكثر حماسا طول الوقت، عندهم حاجات جديده يقدموها لمصر. بشكرك. شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك، ميرسي جدا يا فندم، نورتينا ونورتي مصر بلدك. دكتوره جيهان جادو عضو لجنه العلاقات الخارجيه بالمجلس القومي للمراه وعضو المجلس المحلي مدينة فرساي الفرنسية. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.